أسعد الله أوقاتكم متابعينا في المملكة العربية السعودية، أهلا بكم إلى هذه النشرة الجوية. سنتحدث بها بشكل مختصر وسريع عن الأحوال الجوية المتوقعة لنهار هذا اليوم. اليوم يطرأ ارتفاع لافت على درجات الحرارة في عموم المناطق الوسطى من المملكة بمشيئة الله تعالى، وتصبح الأجواء مائلة للحرارة. مثلا في العاصمة الرياض تتوقع أن تسجل حوالي 32 درجة مئوية، بواقع 6 درجات تقريبا ارتفاع عما كانت عليه يوم أمس، وسط أجواء صافية ومستقرة وذلك في كافة مناطق المملكة. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى القادمة. نبدأها شمالا من تبوك، أتوقع أن تسجل تقريبا 26 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 12 درجة مئوية. إسكاكا 25-11، على 24 إلى 10 درجات مئوية. في المناطق الغربية من المملكة تكون في جدة 30 إلى 26، في المدينة المنورة 33 إلى 21، مكة المكرمة 35 إلى 24، وفي الطائف من 26 إلى 15 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية في أبها 24-13، في الباحة 21-14، وفي جزائر من 31 إلى 24 درجة مئوية. في الإحساء شرقا من 31 إلى 18، في الدمام 27-18، وفي حفر الباطن من 29 إلى 14 درجة مئوية. أما في المناطق الوسطى في الرياض 32 إلى 22، في بريدة 32 إلى 16، وفي حائل من 28 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تهبط الصغرى الليل إلى حوالي 9 درجات مئوية. إذن هذا كان كودينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.